قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. على الإنسان أن يخاف والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فلا يأمن من مثل هذه الفتنة أن يرجع القهقرة. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولذا اشتد خوف السلف الصالح من سوء العاقبة، سوء الخاتمة، أمر مقلق مخيف. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، إلا شيء يسير، ثم يسبق عليه الكتاب لأنه كتبت عليه الشقاوة، فيعمل بعمل أهل النار بطوعه واختياره لا إجبارا له فيدخل النار. وجاء في الحديث أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، وهذا أيضا أمر مخيف. قد يعمل الإنسان الأعمال وهي في ظاهرها صالحة، لكنها فيما يبدو للناس وفي قلبه دخل يكون سببا في صرفه عن الجادة، وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون. كثير من السلف يعمل الأعمال الصالحة ويخشى أن تكون من هذا الباب، فالخوف مطلوب كما أن الرجاء مطلوب وإحسان الظن بالله عز وجل. فعلى الإنسان أن يكون بين الأمرين خائفا راجيا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة. ولذا لما سألت عائشة رضي الله عنها: هم الذين يزنون، هم الذين يسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويزكون ويعملون أعمال الصالحة وقلوبهم وجلة خائفا ترد عليهم. فالإنسان لا يضمن. نعم، جاء ما يدل على أن الفواتح عنوان الخواتم، لكن من يضمن أن هذه الفواتح الصالحة خالصة لوجه الله عز وجل؟ النفس الأمارة والشيطان والنية شرود، تحتاج إلى من يتابعها في كل وقت. قد يزل الإنسان بكلمة من سخط الله عز وجل يهوي بها في النار 70 خريفا، لا يلقي لها بالا، تكون من سخط الله، والله المستعان. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن، يعني عن ديننا، فنرجع القهقرة عما كنا نفعله من أعمال صالحة.